السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في درس جديد على القناة. النهاردة مكملين مع بعض درس أرض الذهب لسنة ثالثة ابتدائي، مقدمين حاجات مش هتلاقيها في الكتاب الخارجي. النهاردة معانا المعاني المتعددة وكلمات على نفس الوزن وتحليل المقاطع الصوتية وعناصر القصة وماذا تعلمنا من الدرس. تابعنا لآخر الدرس إن شاء الله علشان تقدر تستفيد بكل المعلومات دهيت. وكنا قدمنا درس أرض النخيل بكل ما يتعلق به وفي الحاجات اللي مش هتلاقيها في الكتاب الخارجي برضو تقدر حضرتك تطلع عليها. كنا قدمنا الجزء الاولاني من درس ارض الذهب بشبكه مفرداته وخرائط كلماته وعائله الكلمه اذا حضرتك حابب انك تطلع عليه. اذا حابب حضرتك تشترك في القناه ويصلك كل الجديد من الدروس اللي بتنزل تقريبا بشكل يومي. حضرتك تحت شاشه الفيديو في زرار مكتوب عليه سبسكرايب او اشترك، حضرتك بتدوس عليه بيوصلك كل الجديد وتقدر تتابع وتطلع على كل الدروس اللي نزلت قبل كده. ونبتدي مع بعض الدرس. طبعا لو عجبكم الحلقه ادعمونا باللايك والشير وخلوا زمايلكم يستفيدوا زي ما انتم استفدتم، ونبتدي على طول مع بعض الدرس. بالنسبه للمعاني المتعدده لكلمه الحبيب هنقول بلدي الحبيب، بلدي الحبيب. هنا كلمة الحبيب معناها ايه؟ وعندي كلمة حبيبي يذاكر دروسه. طبعا انا بعتذر لحضراتكم عن سوء الخط لان الحقيقة في البورد الكتابة هنا عليها صعب غير البورد الطبيعية. حبيبي يذاكر دروسه. معنى حبيبي هنا ايه؟ هنا عندنا هنا معنى حبيبي ايه؟ بلدي الحبيب هنا معناها المحبوب. 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 وهنا حبيبي يذاكر دروسه ده اسم ولد. تمام، اسم ولد. طيب بالنسبة ده كان لكلمة الحبيب. بالنسبة لي ملك في جملتين، لو احنا حبينا ملك تيجي في نفس يعني في جملتين ونشوف معانيها هتبقى ايه. ملك تذاكر دروسها، بنقول لكل ملك يا ريت يا ملك تذاكري دروسك. والملك معنى هنا ملك ايه؟ ملك ايه؟ هنا الجملة التانية الملك يحكم البلاد، ومعنى ملك ملك هنا ايه؟ ملك تذاكر دروسها. هنا معناها ان ده اسم بنت، اسم بنت. سياق الجملة معناه ان ده هنا اسم بنت. تمام، الملك يحكم البلاد معنى هنا الملك اللي هو ايه؟ الحاكم. نكمل مع بعض المعاني المتعددة. ها، عام الولد في البحيرة. عام الولد في البحيرة. أنا عايزة هنا معنى كلمة عام، وهنا هنقول عام عام سعيد. عام الولد في البحيرة معناها هنا سبح، وعام سعيد سياق الجملة هنا معناها إن عام هنا بمعنى سنة. طيب نكمل مع بعض. عندنا ذهب السائح إلى بلاده. ذهب السائح إلى بلاده. معنى ذهب هنا إيه؟ وهنا اشتريت خاتم ذهب. هنا معنى هنا ذهب معناها مشى او رحل، ومعنى خاتم ذهب يعني معدن غالي الثمن، معدن غالي الثمن.
تمام. ادي سياق الذهب في جملتين. كده احنا خلصنا المعاني المتعددة. نشوف الكلمات اللي على نفس الوزن. عندي حبيب، كلمات على نفس وزن حبيب. عندي عجيب، أديب، لهيب، ممكن طبيب. تمام. طيب نشوف الكلمات على نفس الوزن برضو. رمسيس، هذه كلمات على نفس وزن رمسيس. خميس، لميس، أتوبيس، إدريس. تمام. بصوا أتوبيس تعالوا نستبعدها، لأن برضو هي إيه يعني، دي أصلها كلمة إنجليزي، فتعالوا نستبعدها، نقول إبليس مثلا مكانها، والعياذ بالله، من أعوذ بالله من إبليس، أقول أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بعد كده عندنا كلمة يعني لو أنا أتذكر إيه بشكل صحيح، لأحسن تكون غلط ولا حاجة. كلمة عام هنا بمعنى قام، أو مش بمعنى، إحنا بنجيب على نفس الوزن، قام، نام، أو تام، تعالوا نعتبر دي تام، نام. الحقيقة كتابة النقطة هنا فيها مشكلة الحقيقة. قام، تام، نام، لام، كل دي كلمات على نفس وزن عام. تعالوا نشوف كلمات على نفس وزن سياح. سياح، سماح، سباح، تمساح. تمام. على نفس وزن فيلة، عندي فيلة، كلمات على نفس وزنها. جميلة، نبيلة، نجيلة. تمام. دي نون طبعا. مكملين مع بعض. بعد كده تحليل المقاطع الصوتية. لو جينا على كلمة الذهب، عايزين نحلل كلمة الذهب لمقاطع صوتية، هنحللها ازاي؟ طبعا الذال هنا حرف مشدد، الهاء مفتوحة، هنقول ألف واللام والذال مع بعض، الذال لوحدها والهاء لوحدها والبه لوحدها. تحليل كلمة نوبية، هنا الياء مشددة يا جماعة، الياء مشددة، تعالوا نحللها، النون والواو مع بعض والبه والياه مع بعض والياه لوحدها والته المربوطة لوحدها. عندنا تحليل كلمة البحيرة، الألف الألف واللام لوحدها والبه لوحدها والحاء والياه مع بعض والراه لوحدها والته المربوطة لوحدها. الحاء والياء مع بعض لأن ده حرف مادي، والحرف المادي لازم الحرف الممدود يكون واقف معاه. في درس مهم جدا كنا قدمناه على القناة على تحليل المقاطع الصوتية. إن شاء الله بعد اطلاعكم على الدرس ده هتبقى مفيش أي مشكلة في تحليل أي كلمة لمقاطع صوتية. مهم جدا إن حضراتكم تطلعوا عليه. بعد كده عندنا درس عندنا كلمة التماثيل، عايزين نحللها المقاطع الصوتية. التماثيل، عايزين نحللها المقاطع صوتية، تعالوا نحللها، الألف واللام والته، الألف واللام والته مع بعض، الته لوحدها والميم والألف مع بعض والثه واليه مع بعض واللام لوحدها. عايزين نحلل كلمة الفراعنة، تحليل كلمة الفراعنة، الألف واللام مع بعض، الفه لوحدها، الراه والالف مع بعض، العين لوحدها، النون لوحدها، والته المربوطة لوحدها. عايزين نحلل كلمة، خلاص كده التحليل خلص، احنا حللنا كلمة الذهب قبل كده.
بالنسبه لعناصر القصه بتاعه ارض الذهب، عندنا عناصر القصه الزمان كان في الشتاء. الزمان كان امتى؟ في الشتاء. المكان كان فين؟ المكان كان ايه؟ ارض الذهب. اللي هي ايه ارض الذهب؟ لان احيانا بيجي لي سؤال مهم بيقول لي ضع عنوانا لارض الذهب، يعني عنوان اخر للدرس. ارض الذهب دي هنقول ايه؟ بين قوسين بلاد النوبة. بلاد النوبة، تمام. الشخصيات اللي كانت معانا في الدرس طبعا الفراشات، نونة. بالنسبة للأحداث اللي حصلت في الدرس، الأحداث اللي حصلت في الدرس أو التلخيص بتاع الدرس، الأحداث هي تلخيص الدرس. تتميز النوبة بوجود المعابد النوبية مثل فيلة وكلبشة، تمام. الدروس المستفادة أو ماذا تعلمنا من الدرس؟ الدروس المستفادة أو هي اللي هي ماذا تعلمنا من الدرس؟ رقم واحد، التعرف على حضارة بلدي. اتنين، المحافظة على المعابد النوبية. وبكده نكون خلصنا والاهتمام بها وبكده نكون خلصنا الدرس. ناقشنا كل المحاور اللي بتيجي في اللي الطالب مطلوب منه ان هو يعرفها ومش موجوده في الكتاب الخارجي. تابعونا في الدروس الجديده والدروس لجميع المراحل الاولى وثانيه، ربنا ييسر ان شاء الله ننزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.